وللمزيد ينضم إلينا محمد حلمي موفد التلفزيون المصري ضمن البعثة الطبية المصرية للحج. محمد، بعد التحية، طمئنا على البعثة المصرية وكيف يتم التعامل معها طبيا وصحيا. بالفعل تحياتي لك يا أدى والسادة مشاهدي التلفزيون المصري. البعثة الطبية هنا مع زيادة وفود ووصول الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة سواء مكة المكرمة أو المدينة المنورة، بيتم افتتاح العديد من العيادات بمقر إقامة هؤلاء الحجاج. آخر عيادة تم تدشينها بالأمس ليصل عدد العيادات بمكة المكرمة إلى 17 عيادة. كما قلت في سياق الخبر أن وصل عدد الحالات التي تم تقديم لها الخدمات العلاجيه الى 2419 حاله، تم تقديم لهم الخدمات العلاجيه والوقائيه بل وتقديم الدواء لهم من خلال العيادات المتواجده بمقر اقامتهم. كما تم عمل 402 ندوه، هذه الندوات من قبل الفرق الطب الوقائي، ندوات تثقيفيه وتوعويه بكيفيه الوقايه من الامراض المعديه وكيفيه الوقايه من ضربات الشمس والتغذيه السليمه. وصل عدد الحجاج الذين حضروا هذه الندوات إلى ما يقرب من 14 ألف حاج. وصل عدد الحالات التي دخلت المستشفيات من خلال التنسيق ما بين البعثة الطبية المصرية والبعثات النوعية والسلطات السعودية إلى 23 حاجة. تم خروج 19 حاج، بقى 4 حالات لكن حالاته مستقرة. هناك العديد من الفرق الطبية التي تجوب المستشفيات من قبل البعثة الطبية المصرية للوقوف على الخدمات العلاجية التي تقدم لهؤلاء الحجاج ورصد أي حالة يتم دخولها لهذه المستشفيات، كذلك متابعة هذه الحالات بعد خروجها من المستشفيات. هناك 27 حالة أمراض تنفسية، منهم 4 حالات كورونا ولكن حالتهم مستقرة. الحمد لله حجاج مصر بخير. هناك استحسان من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من هذه الخدمات التشخيصية والعلاجية على مدار الساعة. كذلك كما قلت أن خدمة الحجاج شرف لنا هو شعار بيؤكد عليه أعضاء البعثة الطبية المصرية سواء على المستوى الوقائي أو العلاجي. معك أدى. أشكرك شكرا جزيلا محمد حلمي موفد التلفزيون المصري ضمن البعثة الطبية المصرية للحج.